لانه زي ما قلت لحضراتكم هي الحلقه النهارده عنوان العصفوره. العصفوره دايما انا عندي عصافير موجودين في وسط الاماكن، فالعصفوره دايما بتبقى واقفه على الشجره وبتسمع كل الكلام. وللاسف بعض الانديه ما بيبقاش عندها، معرفش هل ده موجود، هو ده موجود في النادي الاهلي بس الحقيقه، لانه احنا شفناه خلال الفتره اللي فاتت. النادي الاهلي قعد 4 شهور شغال على موضوع او على مجموعه قرارات اقتصاديه وكيانات اقتصاديه كبيره جدا، ومحدش عرف غير يوم الاربع اللي فات. كلنا كنا عارفين ان في حاجه بتتحضر، بس ايه وفين وازاي محدش عارف، على الرغم من ان كان شغال لجنه تسويق ولجنه قانونيه ولجنه فنيه ولجنه، قول 40 50 واحد كانوا عارفين الموضوع ده. ولكن النادي الاهلي ما لم يعلن، ومحدش فينا القريب، الناس القريبه من مجلس الاداره والقريبين واللي موجودين دايما داخل النادي الاهلي ما كانوش عارفين حاجه. عارفين ان في حاجه بتحصل، لكن ايه هي محدش عارف. فبرضه مش ذنبي ان حضرتك بتقعد تتكلم في كل حته، فكل حاجه بتوصل وكل حاجه بتيجي، والعصافير كتير، والعصافير كتير وبيحبوا النادي الاهلي قوي، فبيجوا يحكوا لي والله ده في كذا. وبعدين ده ما كانتش عصفوره، ده عصفوره واثنين وثلاثه بنفس اللهجه بنفس الشكل تقريبا. وبالتالي هي معلومه صادقه ومعلومه، يا رب اطلع كذاب، يا رب. انا اتمنى ان يعني شوفوا حضراتكم، اتمنى ان يخرج اتحاد كره القدم ببيان رسمي، بيان رسمي يقول فيه يا جماعه والله بصوا احنا هنطبق اللوائح، موضوع بسيط ما فيهوش مشكله يعني، واللي الكلام اللي اسلام الشاطر بيقوله ده كذب، والكلام اللي العصفوره قالته لاسلام الشاطر ده كذب. فانا حابب بس ان انا اقول لحضراتكم النهارده 8/12، الحد 8/12، 22 يوم قبل نهايه الشهر وقبل فتح باب الانتقالات الشتويه، وبالتالي سيكون هناك لكل نادي من حقه ان هو يستبدل. انا هتكلم على الاهلي، من حقه ان هو يستبدل 2 لاعبين.